هي دعوة فقط لكل من يريد أن يقدم تحية أخيرة لدماء الشهداء، ويعني هذا نوع من الاعتراف بأنه لولا هذه الدماء الزكية لما تمتعت مصر بهذه الحرية، ولما وصل الذين وصلوا إلى البرلمان عبر صناديق الاقتراع لما استطاعوا أن يحصلوا على هذا الإنجاز الكبير. الشعب المصري كله مدين لهؤلاء، ولكن نحن نريد أن نقول أيضا بهذه الوقفة في ميدان التحرير أن فصلا من فصول الثورة قد طوي وبدأنا فصلا جديدا، لكن الفصل الأخير في الثورة لم ينتهي بعد ولم تكتب قصة النهاية بعد. سنظل نواصل. أنا عايزة أسأل حضرتك بالاتهام الاتهامات اللي موجهة للمتواجدين في ميدان التحرير بأنهم بياخدوا فلوس والكلام ده، يعني رد حضرتك إيه على الاتهام؟ يعني هذا كلام صغير لا أريد أن أعلق عليه على الإطلاق. عن إذنكم بس عشان ليس لدي أي تفسير سوى أن الذين فازوا في الانتخابات اعتبروا أن الثورة انتهت، لكن نحن نريد أن نقول من هنا أن الثورة لم تنتهي بعد. طب يا دكتور في كلام بيتقال إن النداء فقد شرعيته بنزول العدد الكبير من الانتخابات، إيه رأيك على الكلام ده؟ لا أبداً، الميدان ليس ضد الانتخابات، والميدان أصلاً هدفه الأساسي هو تأسيس لنظام ديمقراطي لم يكتمل بعد النظام الديمقراطي، وإلى أن يكتمل تأسيس نظام ديمقراطي ستظل الثورة مستمرة ومتوقفة. السلام عليكم. يا جماعة لا مش بخصوص سؤال الدكتور، كمان يكلمك شخصا الإصلاحات اللي اتخذها المجلس العسكري وكمان تقييم مجلس الاستشاري بيان عن الوزراء اللي أولا المجلس الاستشاري يعني ما يبدو كزائدة ضدية في نظام سياسي لم تكتمل معالمه بعد، ولذلك أنا لا أعرف ما هي اختصاصات المجلس الاستشاري وما الذي سيفعله وما هو دوره. إذا كان البعض يريد ديكورا برموز معينة فأعتقد إن هذه ليست فكرة صائبة على الإطلاق. هل عرض على الدكتور حسن نبع تولي أحد الحسابات الوزارية؟ ده مجمع. لا إطلاقا. ده برئيسه. وهل لو تم عرضه هيرفض ولا؟ هل تم عرضه؟